البحر، فان شاء الله باذن الله هيتلاها خطوات كتير، ومصر هتبقى في تقدم وفي خير، وفي امل كبير جاي للمصريين، وبقول للمصريين كلهم كل سنه وانتم طيبين. نازل النهارده بحتفل مع الشعب بافتتاح قناه السويس 2. قناه السويس ان شاء الله هتكون مصدر خير لمصر، وبنقول للعالم كله الف مبروك. قناه السويس هديه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، وهديه من مصر للعالم كله. جاي اقول للعالم كله كل سنه ومصر طيبه والمصريين طيبين، وده اول مشروع من مشاريع حبيبنا ونور عينينا السيسي. مشاريع جايه كتير، واللي بيحب بلده هينزل ويحتفل ويفرح بقناه السويس، ده فعلا اللي بيحب بلده. احنا جايين طبعا النهارده بنحتفل بفرح مصر بافتتاح القناه الجديده، اللي ان شاء الله باذن الله تبقى فتحه خير على مصر كلها، ومصر الام الدنيا، والقناه دي لكل العالم. بنفتح شريان حياه للسلام وللخير، وبنقول للرئيس السيسي الف مبروك، ووفيت ووعدت ووفيت والحمد لله، وبنقول لمصر كلها الف الف مبروك، وبنقول للشعب المصري كله الف مبروك. انا سعيد جدا انا اتواجد في احتفاليه زي الموجوده في قناه السويس، ويوم عن يوم بيثبت المصريين ان 30/6 فعلا هي اراده شعبيه ضد نظام فاشل، ويوم بعد يوم بيثبت للمصريين ان 30/6 ما هي اراده شعبيه خالصه ضد جماعات ارهابيه متطرفه. تحيا مصر، تحيا مصر.